أنا كمسعود بارزاني سأكون في خدمة قبل الرئاسة وأثناء الرئاسة وبعد الرئاسة، سأبقى مسعود البارزاني كبيشمركة. البيشمركة هو أقدس درجة بالنسبة لي، أن أكون بيشمركة. أفتخر بأن أخدم شعبي في أي مكان كنت. وقد وصل شعب كرسان إلى درجة بأنه وصلوا إلى درجة بأنهم يطلبون حقوقهم، الذين الحقوق التي يستحقونها، وأن يؤيدون ويدعون تلك الطريقة التي أنا مؤمن بها. أطمئنكم، سأكون معكم، وأنا بيشمركة في سبيلكم. في الختام أشكر، أرسل التحايا والسلام إلى أرواح البيشمركة الشهداء، وإلى جميع البيشمركة الذين يقاومون في الجبهات، وأطلب أن تقووا من إرادتكم ومن إيمانكم.